يقدم طلب اعتصام انا وكل كل المنتجين. هن اسبوعين دوام يعني 10 ايام. لا 10 ايام. سياده الوزير اليوم في شركه تعامل على انه درجه اولى وهذا النص تبعها بيمشي. تغفل اسم الشركه ويغفل اسم الكاتب ويغفل اسم المخرج. انا بدي اسجل اعتراض على الجلسه. اقرار السوريه بخير. شو المشكلة ما عم تحلها لك؟ 30 يوم هلا 30 يوم دمار شامل جميع الشركات هلا يرفعوا ايديهم. نحن اذا ما لقيتوني ما طلعنا من هون في لحظة لانه نحن دافعين. انا دافع مليون ونص دولار على 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 مسلسل بيجي انا مشان 30 يوم. انا دمار الي ودمار ل 200 عيلة صح ولا لا؟ يرفعوا ايديهم جميعا ما بنطلع من هون. تلاقونا حل تبع 30 يوم تشكيل لجنة فوريه. يا سياده الوزير 10 ايام يا اخي. انا زلمه اجيت من برا مشان ساعد البلد. عم نعمل عجله اقتصاد، عم نساعد الدولار، عم نساعد العائلات، عم نساعد الممثلين، عم نخترع ارض خصبه اختراع. اجينا من برا نجي بتقول لي 30 يوم. نحن حطينا 70 يوم تصوير صاروا 200 يوم. يوم كهرباء ما في، يوم مازوت ما في، يوم الاطفائيه ما خلونا نفوت، يوم السوق ما خلونا نفوت، يوم الممثل رمضان 70 صاروا معي 120 مو 100. بدكم تساعدونا ما ساعدتونا. نحن انا بدي اقدم طلب اعتصام انا وكل المنتجين. ما بنطلع من هون لتعملوا لنا لجنه من ال 30 تعملوا لنا 10 ايام. لانه هي مشكله صح ولا لا؟ ما بدنا جميعا يا شباب صح ولا لا؟ موضوع الشهر بدي 29 يوم. سيادة الوزير انت خير ونحن نستاهل. انت قلت شهر مع 12 شهر. انت مال اشباط هلا 28 يوم. اي رسول طيب خلونا نتفق وهي بوجود الاستاذ غزوان وسيادة الوزير احلى ناس احلى شباب. 15 يوم 15 يوم علي 12 يعني معناته ما بدنا نوصل. سيد الوزير نحن اكثر منكم. خلينا نساويها 12 لا 10 ولا 15 12. هن اسبوعين دوام يعني 10 ايام. لا اسبوعين دوام. لا لحظه اسبوعين دوام يعني 10 ايام 12 يوم يعني 12 يوم عمل 12 يوم. لا مشان يومين منتجين بيركين مشان يومين لا بدنا يا 12 يوم 12 يوم اسبوعين احنا ما بنعطي بس لكن خلينا ياكل لك على راسي. صفر اجيب لك مثال اي عمل ينتج اليوم راح نمثل مثلا على باب الحاره. باب الحاره عمل مكلف ومباح. هذا عمل يعد من الانتاجات الضخمه تمام. في السيت كوم هو ما له عمل من الانتاج. انا بحكي عم بحكي ماليا يعني عيله 8 نجوم من اهم الاعمال السوريه هو العمل الكوميدي المعروف. هو من الانتاجات الخفيفه ماليا. انا عم بحكي ماليا هذا اولا. اما المعايير هلا انا ما بدي فوت لانه اغلب الشركات موجوده. سياده الوزير اليوم في شركة تعامل على أنه درجة أولى وهذا النص تبعها بيمشي وهذا العمل تبعها بينشاف بسرعة وما بدي أرجع فوت. أنا عم أقول لك لنتدارك الموضوع مو لأرمي لأتهم فلان وأتهم فلان. هذا أولا. اليوم رح جيب لك مثال. لحظة بس عم تتهم مينو الدرجة الأولى اللي نصه بيمشي بسرعة؟ أتمنى مراجعة المشاهدات لجنة المشاهدة. أرجو وهي قدام الموجودين كلهم إذا في تمييز ما بين شركة أو شركة أو حتى أي حدا إجا لعنا وما استقبلناه أو ما تحاورنا معه أو ما حاولنا نساعد في موضوع إطار النصوص فني يعني هي نحن موجودين كلهم. ثاني شيء سيادة الوزير بعد إذنك سيادة الوزير بترك أنا بدي سجل اعتراض على الجلسة لولا شوي لازم يحطوا لنا الطاولة برا يعني معلش يعني خارج القاعة يعني هذا الطريقة بصراحة أنا ما يعني أنا احتراما حضوركم وكذا مو معقول يعني نحن الكادر اللي عم نشتغل ليلا نهارا من أجل اسمح لنا لعندك استاذ لا ما بسمح خليني بس خلص كلامي وبدي أحكي
نحن نشتغل ليلاً نهاراً وبتوجيهات من الوزير وبإشراف منه بشكل مباشر مشان يعني الدراما السورية تأخذ الخط اللي هي اللي عم تأخذه. وأنا بصراحة رغم أنه في مسلسلات يعني متفاوتة المستوى ولكن أنا بشوف أنه الموضوع عم يأخذ الخط. هلأ بيرضينا ما بيرضينا لا عم يأخذ الخط لأنه دخل بالعمل اللجنة الوطنية اللي هي تمشيها مجموعة من الخبراء كمان دخل بالعمل الحكومة اشتغلت على الموضوع وفي آلية جديدة كلها هي هذا الموضوع هدفه الأساسي والنهاية وضع الدراما السورية على الخطة اللي كانت عليه إرسال النصوص من لجنة صناعة السينما والتلفزيون ووزارة الإعلام تغفل اسم الشركة ويغفل اسم الكاتب ويغفل اسم المخرج يعني يدخل النص إلى اللجنة الوطنية غير معروف لي من نهائيا فنحن نأكد هذه الحالة مع احترامي لما تكلم فيه الأستاذ وليد يعني حتى بوزارة الإعلام ما بيعرفوا لمين النص هذا حكي جديد أستاذ علي جديد هذا حكي هذا حديث وقت ما تشكلت اللجنة تماماً قدي صار له هذا والله هذا الحديث صار له شهرين طيب يعني منيح هذا الحديث ولا ليش نحكي بالماضي صار له سبع ليش ما نحكي بالماضي يعني اليوم نحن بدنا نحكي بالماضي إذا هذا الموضوع جيد وماشي الأمور شو بدنا نقعد نبش على الماضي ونعمل اتهامات ما بنقول الدراما السورية بخير مو مثل غيرنا عم بحكي سوريا الدراما ما هي بخير السورية الدراما بخير وكلتنا بخير وقائدنا بخير وبلدنا بخير ومزرعنا بخير ورئيس حكومتنا بخير وكلتنا بخير وعم نشتغل بعد أزمة عم نشتغل والله نحن أبطال نحن أبطال اليوم حكينا بكافة الصعوبات اللي عم تعترض الدراما السورية اللي هي مدعومة من السيد الرئيس بشار الأسد اللي أعطى توجيه بسيادته بدعم الدراما السورية. سمعنا شو المعوقات اللي عم تواجههم. لقينا كل الطروحات نفس الشيء يعني تقريبا محروقة. السجل الصناعي اليوم تألفت لجنة مثل ما سمعتوا من وزارة الإعلام ووزارة الصناعة لحل هذا الموضوع. اليوم إذا انحل موضوع السجل الصناعي وكانوا تحت كنف وزارة الصناعة ووزارة الإعلام بنفس الوقت اليوم حتحقق كل المطالب. أول شيء كموضوع المحروقات بينحل بصيروا مثلهم مثل أي صناعة مثل أي معمل فينا نعطيهم مخصصات فينا نعطيهم مثل المعامل فينا نتساعد معهم بهذا الموضوع. موضوع التحويل العملة أو البيع بالدولار اليوم نحن طرحوا طروحات هني والسيد الحاكم اليوم حكينا معه قال هو جاهز لأي طرح بيساعد بهذا الموضوع. يعني اليوم هني بدنا نقول أداة تصديرية فينا نستفاد منها كمسلسلات اليوم عم تنباع بالدولار تتصدر للخارج. في قرارات جديدة من المركز بتعرفوا بكرة بعد بكرة بتطلع مهمة جدا فيهم يبيعوا يمكن الدولار بسعر السوق نفسه فيهم تشاورنا مع السيد الحاكم مثلا يصير مثل تصدير 50 ياخذوه 50 يستغنوا عنه الأمور كلها محلولة بإذن الله. أول ما تبدأ العلاقات بالانفراج والانفتاح تبدأ من الفن والثقافة والإبداع فبالتالي اليوم نحن أكيد ناطرين المزيد من الانفتاح ناطرين مزيد ليكون في تشجيع للأعمال السورية تنعرض على القنوات العربية. نحن حقيقة يعني بتفاصيل كثيرة إلى علاقة بما يجري بيننا وبين وزارة الإعلام وبيننا وبين وزارة الخارجية بموضوع اليوم إيجاد صيغة لموضوع تسويق الأعمال الدرامية بالسبل الحكومية الواضحة من خلال العلاقات الدبلوماسية اللي عم تفتح وهذا الكلام على الأجندة موجود الحكومية وأجندتك لجنة صناعة السينما والتلفزيون وجادين في تحقيقه 100% تكريم. هي بدأت من سوريا يعني أنا بذكرك بأودونيا وحفلات مثل هيدا الكلام فنحن لا عشان ما نكون مجحفين بحق ذاتنا لا في مهرجان حيكون مهم وحيكون على قدر من التطلعات إن شاء الله.